بسم الله الرحمن الرحيم. مع الفيديو رقم 12 في كورس سي ان اي سكيورتي 640 554. ان شاء الله الفيديو ده هيكون اخر فيديو خالص في الكورس اللي بيقفل لنا منهج السي ان اي سكيورتي. الموضوع ده مهم بتاع الفي بي ان. الموضوع برضو يعتبر تمهيدي ليك للكورسات اللي بعد كده هتاخدها ان شاء الله، او للدراسه اللي بعد كده هتكون متعلقه بالفي بي ان. هتعرف اكتر على الفي بي ان، هتعرف ازاي بتعمل له ديبلويمنت باكتر من شكل. اللي هنتكلم فيه في الفي بي ان النهارده ان شاء الله هنتكلم بحاول بقدر الامكان نلم الفي بي ان بتتكلم عن ايه، نعرف التكنولوجيا بتاعتها شغاله ازاي، نعرف انواعها ايه. طب لو انا حبيت اعمل لها كونفيجريشن هعملها ازاي؟ هنعرف ان انا ممكن اعمل لها كونفيجريشن عن طريق الكوماند لاين انترفيس او عن طريق الواجهه الرسوميه زي السي سي بي. فخلينا كده نتعرف اول حاجه يعني ايه في بي ان. الفي بي ان اختصار فيرتشوال برايفت نتورك، او شبكه خاصه وهميه. الفكره كلها ان انت الداتا بتاعتك طول ما بتبعتها من عندك انت كسورس للديستنيشن، الداتا بتاعتك بتطلع على الانترنت. وطبعا شبكه الانترنت شبكه هائله هائله من الشبكات الصغيره، يعني الداتا بتاعتك ما هيش سكيور. فقال لك ايه المانع؟ سي ان انا لو ببعت الداتا بتاعتي من البرانش ده، ببعتها من هنا وعايز ابعتها للبرانش اللي فوق، الداتا بتاعتي في الحاله العاديه بتطلع من الوان بتاعتي وبعد كده بتعدي على الانترنت لحد ما توصل. ممكن اي حد في النص يعمل لها سنيفنج، يعني ياخد منها نسخه او يعمل لها كابشر او يعمل مان ان ذا ميدل اتاك اللي هو يشوف البيانات بتاعتك اللي انت بتبعتها ايه. فهنا مفيش سكيورتي متطبقه. فعشان يعملوا سكيورتي طبقوا شويه معايير، كان اهمها قال لك الفي بي ان. لو في عندي داتا بتاعتي مهمه وانا عندي الشركه بتاعتي مكونه من فرعين، في فرع مثلا في مصر وفي فرع في السعوديه، فعشان الداتا بتاعتي اتاكد انها توصل سليمه وما يتلعبش فيها وتكون متاحه والخصوصيه بتاعتها متطبقه، تمام؟ فاكرين السي اي اي، الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيليتي، لازم الحاجات دي كلها بطبقها على الداتا بتاعتي. فعشان اتاكد انها هتوصل سليمه من السورس للديستنيشن، فعايز اتاكد انها هتمشي في تانل او في ممر وهمي. الممر الوهمي ده بسميه الفي بي ان. بدايه الممر هيكون هنا في مصر والنهايه بتاعته في السعوديه. فالشركه بتاعتي اللي موجوده هنا في مصر هقول لها اي حاجه عايز تبعتها للسعوديه ما تبعتهاش بره بابليك على الانترنت، لا انا عايزك تمسك الحاجه ديت وتمشيها في الماسوره ديت او تمشيها في التانل دي، بحيث التانل ديت هتعدي من الانترنت، يعني هتطلع من هنا وتطلع لفوق، بس هيكون زي مسار خاص ما فيش حد يعرفه، كأن بالظبط طرفين او الاتصال بتاع ما بين طرفين، انا واللي قصادي بس، في ناس تانية حوالينا بس ما هماش شايفين حاجه. اكن بالظبط كده احنا قاعدين في اوضه وقافلين على نفسنا والاتصال بيتم، مع اننا فيزيكال لوكيشن ديستريبيوتد، يعني احنا كل واحد في مكان، بس عن طريق الفي بي ان. الفي بي ان خلتنا كاننا في فرع واحد، الداتا بتاعتي ماشيه مظبوط، تمام؟ فعشان لما اجي اطبق الفي بي ان، الفي بي ان بيكون ليها شويه معايير او بيكون ليها شويه متطلبات. اكتر بروتوكول هنشتغل عليه بروتوكول اسمه الاي بي سيك، او اختصاره الاي بي سيكيورتي. الاي بي سيكيورتي هو البروتوكول المسؤول عن نقل الداتا بتاعتي سيكيور من السورس ده او من الفرع ده انها تروح للفرع التاني. طب الاي بي سيك مكون من ايه؟ طب ازاي اعمل له كونفيجريشن؟ ده المحور بتاع المحاضره بتاعتنا النهارده. لما اجي اتكلم على الفي بي ان، الفي بي ان فيه ممكن منها اكتر من نوع، او لما اجي اعمل لها ديبلويمنت او اجي انفذها على اكتر من شكل. في اول شكل عندي سايت تو سايت في بي ان، ده اللي كنت بقول المثال بتاعه من شويه، ان انا عندي فرعين او اكتر من فرع وكل فرع عايز يكونكت سكيور بالفرع التاني، فلازم في النص بستخدم الفي بي ان، تمام؟ الفي بي ان مثلا سي هنا كمثال، هنا عندي ده فرع وعندي فرع تاني، فالفي بي ان بتاعتي ممكن اطبقها عندي على الديفايس بتاعي نفسه، ممكن اجيب جهاز في بي ان نفسه، ممكن اجيب الاي اس اي. لو تفتكروا قلت لك الاي اس اي كان من ضمن الوظائف بتاعته بالاضافه للفايرول ان هو بيعمل لي في بي ان، فانا ممكن هنا اجيب اي اس اي والاي اس اي هو اللي يعمل لي الكونكشن بتاع الفي بي ان ما بين التو سايتس. في عندي شكل تاني ممكن اعمل ريموت اكسس في بي ان، ودي بيكون بسيطه قوي، يعني وان كان الكونفيجريشن بتاعها اصعب من سايت تو سايت. هنا بيكون في عندي فرع خاص بيا، سين مثلا الفرع ده هنا الاجهزه ديت، وانا واحد انا مثلا امبلوي في الشركه دي بس انا قاعد في البيت بتاعي. فانا دلوقتي عشان اتاكد ان انا كل مره اكونكت سكيور بالشبكه بتاعتي، فانا بعمل حاجه اسمها ريموت اكسس في بي ان. فانا بيكون عندي هنا انا ككاستمر او انا كامبلوي، بيكون انا بعيد عندي هنا كلاينت بيعمل لي اتصال في بي ان. الاتصال بتاع الفي بي ان الكلاينت ده ممكن يكون ده شكله، يعني بيكون عندي السوفت وير ده موجود عندي على الجهاز بتاعي، وعشان اجي كونكت بيقول دلوقتي انت عايز تكونكت على ايه؟ انا مثلا بقول له عايز اكونكت على الموقع ده او كونكت على الشبكه دي، هقول له طب بعد اذنك اديني اليوزر نيم والباسورد بتاعك. ولازم طبعا اليوزر نيم والباسورد بتاعك يكون اوريدي معمول لهم كونفجريشن هنا، يعني انا قايل للشبكه اللي هنا قال لهم توقعوا ان لو جالكم واحد اسمه كذا باليوزر بالباسورد كذا دخلوه على طول. طبعا الفي بي ان كلاينت كانت الاول معتمده على الديفايسز بس بتاعت الاجهزه، يعني كان لازم الاول اسطب الفي بي ان كلاينت، اسطبه على جهاز كمبيوتر،
اسطبه على لابتوب. دلوقتي الفي بي ان كلاينت وصلت انها بقت بتطبق على الموبايلات نفسها. يعني انا معايا الموبايل بتاعي بطبق عليه الفي بي ان كلاينت، او بنزل سوفت وير على الاندرويد او على الايفون ومن خلاله بدخل على طول اكونكت بالشبكه بتاعتي. طيب بعد ما عرفت الكلاينت بتاعي اللي انا ممكن اكونكت عليه بالشبكه، يعني خلاص كان اول شكل كان عندي سايت سايت، ودلوقتي عندي الفي بي ان الريموت، ممكن اشهرها ان انا بنزل عندي اني كونكت في بي ان كلاينت. في شكل تاني من الاشكال ان انا بنزل في تول تانية اسمها ايزي في بي ان، نفس الكلام بتاعت نفس الشغل بتاع الاني كونكت بالظبط. بس في سيد دلوقتي ان انا عايز اكونكت بالشبكه بتاعتي وانا ما عنديش كلاينت، وفي نفس الوقت انا مش هكونكت سايت تو سايت. ففي نوع اخير اسمه الكلاينت ليس كونكشن، وده فكرته كلها ان انت حضرتك بتفتح الويب سايت بتاعك البراوزر سواء انترنت اكسبلور فايرفوكس كروم، بتكتب فيه الاي بي بتاع الشبكه اللي قصادك، وانت جاست اول ما بتفتحه بيقول لك بعد اذنك دخل يوزر نيم والباسورد، وبيديك كمان الاوبشن بتاعك لو انت عايز تنزل الاني كونكت عشان بعد كده تكونكت منه ولا لا. يعني ان كونكت هو فكرته كلها ان هو واجهه بتسهل لي ان انا كونكت على طول بدل ما افتح اتصال لوحده. فانا كل اللي بعمله الان كونكت مهمته كلها ان انا بكتب له الاي بي او بكتب له اسم الشبكه انا عايز اوصل لها، يقول لي اليوزر نيم بتاعك ايه والباسورد، بعد كده بعمل كونكت. وطول ما انا شغال على الشبكه دلوقتي بيقول لك ان انت شغال كونكتد عن طريق الفي بي ان، بالظبط زي برامج البروكسي. لو حد فيكم مثلا جرب في برنامج اسمه الهوت شيلد او هوت سبوت شيلد، برنامج تنزله عندك على الجهاز بتاعك لو انت عايز تطلع متخفى على الانترنت، فطول ما الجهاز بتاعك او الهوت سبوت ده شغال انت على طول 24 ساعه، طول ما انت فاتح الجهاز انت دلوقتي ما فيش حد عارف انت مين. فنفس الكلام طول ما انا فاتح الفي بي ان كلاينت بتاعي انا دلوقتي بكونكت سكيور، نسيت افتحه او ما فتحتوش يبقى انا دلوقتي الداتا بتاعتي خارجه عادي جدا من الشبكه. كويس. طب خلينا نتعرف بقى اكتر على الاي بي سيك بروتوكول اللي كنت بتكلم فيه من شويه. الاي بي سيك ده بروتوكول شغال من ضمن البروتوكولات بتاعت الطبقه الثالثه. قال لك دلوقتي اي شكل من الاشكال، لو انا عايز مثلا اكونكت هنا على المين سايت، في هنا عندي برانش، في هنا برانش، في هنا سمول اوفيس، عندي هنا في واحد مع الفي بي ان كلاينت، عندي هنا اس اي، عندي هنا كوربريت ثانيه، كلنا بنعدي على السحاب، فسواء اللي فوق او اللي تحت او اللي تحتيه كلنا لازم بنكون مطبقين الاي بي سيك، بحيث لما نيجي ندخل هناك على الكوربريت اللي قصادنا او المين سايت يسالنا على الحاجات بتاعت الاي بي سيك. من شويه لما قلت لك الاي بي سيك هو عباره عن شويه حاجات كتير مع بعض بيكونوا الحاجه الكبيره اللي هي اسمها الاي بي سيك. فاحنا ممكن نقول الاي بي سيك هو عباره عن ظرف من بره. الظرف من بره بدا فيه جواب وفي ايصال وفي فلوس وفي مفاتيح وفي كل حاجه من بره، بقول لك ده الاي بي سيك بتاعي اهو. فهنا الاي بي سيك لما نيجي نتكلم عنه هو قال لك هنا عباره عن فريم ورك بالظبط بمثلها كانها مبنى. هنا المبنى ده مكون من 5 ادوار. الدور الاولاني في حاجه اسمها الاي بي سيك بروتوكول، ده الاوثنتيكيشن هيدر، والاي اس بي ده الهيدر اللي هي بتضاف على الاي اس بي على الاي بي سيك نفسه. يعني الاي بي سيك انا بجمع شويه داتا وفي الاخر بغلفهم بالهيدر بتاعتها اسمها الاي اتش او الاي اس بي، او ممكن يكون الاي اس بي زائد الاي اتش. بعد كده بدخل على حاجه اسمها الكونفيدنشاليتي. الاي بي سيك بروتوكول بيتاكد ان الداتا بتاعتي تكون خاصه. فبنرجع هنا تاني نعيد الكلام اللي كنا قلناه في الكريبتوجرافيك لما كنت قلت لك في عندنا انواع من المفاتيح، في عندنا الديز والثري ديز والاي اس والسيل، دول كانوا سيمتريك كونكشن او السيمتريك كيز، وكنا عارفين ان هو فكرتهم ان بيكون في عندي مفتاح او كي موجود عند كل واحد من الراوترات. لو انا شفرت لك الداتا بتاعتي بالكي الاولاني بتاعي انت تيجي تفكها بالكي بتاعك. طب انا الكونفيدنشاليتي في الداتا بتاعتي اللي هتتبعت عن طريق الفي بي ان، بعد كده بطبق الانتجريتي. فعندي في الانتجريتي يا اما الام دي 5 يا اما التشا، قلت لك دول انواع الهاشنج، والهاشنج كان بياكد لي ان الداتا بتاعتي ما تلعبش فيها. ولو تلاحظ هنا قال لك عندي لما اجي اختار مفاتيح، يعني انا مثلا كان عندي الديز كان طوله 56 بت، عندي الثري ديز كان اللي هو 168 بت، عندي الاي اس وعندي السيل. فانت لما بتيجي بتختار بيقول لك طبعا كل ما يكون المفتاح طوله اقل كل ما يكون السكيورتي بتاعته اقل، تمام؟ فعشان كده قلت لك كل ما المفتاح يكون اكبر كل ما يكون السكيورتي بتاعته اكبر. واللي مش فاكر الكلام ده يرجع تاني على المحاضره بتاعت الكريبتوجرافيك عشان يفتكر الكلام اكتر. الانتجريتي قلت يا اما هختار ام دي 5 يا اما التشا. في الاوثنتيكيشن قلت لك دلوقتي لما اجي لك وانت تسالني تقول لي انت مين، ففي حلين تسالني عليهم، يا اما تقول لي البري شيرد كي بتاعنا ايه اللي هو المفتاح اللي احنا كنا متفقين عليه من الاول، او اللي هو كلمه السر اللي ما بيننا، او السيم زي ما بنقولها هنا بالمصري، او في مفتاح تاني اسمه الار اس اي. جميل. الار اس اي ده بردك مفتاح تاني من ضمن البي اس كي، زي انا بولد مفتاح وانت بتولد المفتاح، زي بالظبط البابليك كي اللي احنا كنا اتكلمنا عنه لو كنا بنتكلم على الاي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. لما قلت لك بتنزل باكجيه بتاعت الاي بي اس عندك، الباكجيه دي عشان تعمل لها فاليديشن او تشوف هي مربوطه بسيسكو ولا لا، فبتدخله البابليك كي اللي سيسكو كانت منزلها. اخر حاجه قبل ما نتكلم على الديف هيلمان نفسها،
قال لك دلوقتي هنا في نوعين من البي اس كي، اللي هو الاوثنتيكيشن البي اس كي والار اس اي. خلينا نمسك البي اس كي اللي هو البري شيرد كي، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. هو بس برجع لك هنا سريعا عليه، ان انا كان معايا المفتاح بتاعي، فالمفتاح ما ينفعش ابعته لك كلير تكست على الانترنت. فالمفتاح بتاعي كنت بحط قبل ما احطه في الخلاط كنت بضيف عليه مفتاح، بضيف عليه زي كي كده، بقوم مطلع لي ده الهاش اهوت. هنا نفس الكلام ببعت لك انترنت، انت كمان بتطلع القيمه بتاعتك وتقارن الهاش اللي جالك اللي معاك الكمبيوتد بالريسيفد، ولو هم يبقى الوقت الحاجه بتاعتك صح ما تلعبش فيها. او الار اس اي، ان انا بولد شويه مفاتيح، المفاتيح ديت بعمل لها ديجيتال سيجنتشر، يعني بعمل لها زي شهاده كده وبطلعها، وانت كمان بتولدهم، وبعد كده بتقارن الشهاده اللي جبتها لك بالشهاده اللي معاك وتشوف هل هم زي بعض ولا. اخر حاجه عندي في البلوكات او في الادوار بتاعتي عندي الديف هيلمان. الديف هيلمان كل مهمتها ان هي بتعمل سكيور للكي اكسشينج. الكي بتاع البي اس كي او الار اس اللي انا ببعتهم لازم يكون معمول لهم سكيور بحاجه اسمها ديفي هيلمان. دول واحد اسمه ديفي والتاني اسمهم هيلمان، دول طلعوا طريقه بتعمل لي سكيور للكيس بتاعتي. كويس. قال لك كل دول مع بعض كده او الاي بي سيك بيكونوا لي حاجه اسمها الايك فيز 1 انترنت كي اكسشينج. دي اول مرحله من مراحل الاستابليشمنت بتاع الفي بي ان. عشان تعرفوا اكتر خلينا نتكلم بالتفصيل. الاي بي سيك او عشان اتوصل، خلينا نرجع للشبكه دي كده. انا دلوقتي عشان من الراوتر بتاعي ده اروح للراوتر ده ويكون الاتصال بتاعي سكيور، فبقول لك انا هستخدم الاي بي سيك بروتوكول. الاي بي سيك بروتوكول عباره عن شويه الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي. بس الاي بي سيك بتاعي لما بيجي بيشتغل او عشان اعمل استابليشمنت واعرف انقل الداتا ما بين الراوتر بتاعي اللي هنا والراوتر اللي هناك، الاتصال بتاعي بيتم على مرحلتين. اول مرحله بنسميها الاستابليشمنت او النيجوشيشن، ان انا اول حاجه الراوتر ده بيتعرف على الراوتر ده ويتاكد ان هم فعلا معاهم نفس المفاتيح، وبيتاكد ان هم معاهم نفس طريقه الاوثنتيكيشن، وبيتاكد ان معاهم نفس الاسامي. خلاص شيكوا مع بعض كل حاجه تمام، ساعتها الاي بي سيك بيتنقل للمرحله الثانيه بنسميها الايك فيز 2 او الانترنت كي اكسشينج 2. ان هي خلاص مرحله، خلاص احنا اتعرفنا على بعض. المرحله الثانيه بقى بقول لك يلا انقل الداتا بتاعتك بقى من هنا لهنا. وبرده الداتا بتاعتي بتتنقل لازم بتكون بتطبق عليها شويه شروط، واتاكد ان الشروط اللي هنا هي الشروط اللي هنا. فانا دلوقتي لما اجي اتكلم على الفيسز بتاعت الفي بي ان، فاول فيز بنسميها الايك فيز 1 اكسشينج. ان احنا دلوقتي انا كجهاز، انا كراوتر وانت كراوتر، بنتفق اول حاجه على المفاتيح اللي هتتبعت ما بيننا، ولازم المفاتيح دي تكون هي هياها. يعني قلت لك هنا انا لما اجي ابعت لك هستخدم الديز في عمل الاوثنتيكيشن او في عمل الانكريبشن، والام دي 5 لما اجي اعمل هاش، والبري شيرد كي لما اجي اعمل اوثنتيكيشن، والديف هيلمان لما اجي اعمل سكيور. الديف هيلمان طبعا في عندك كده زر، قلت انا دي في هيلمان واحد. وبعد كده بقول له في الاخر حاجه اسمها اللايف تايم، بقول له دلوقتي الاتصال اللي احنا عامل له استابليش ما بيننا اللايف تايم بتاعه هيقعد قد ايه، او الصلاحيه بتاعته تنتهي بعد وقت قد ايه، يعني مثلا بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد 24 ساعه، اللي هي القيمه الديفولت. نفس الكلام اللي انا بتفق عليه هنا عشان اعمل نيجوشيت، اللي قصادي لازم كمان هو كمان بيطبق نفس الحاجه. فهنا بيقول انا هستخدم الديز، هستخدم ام دي 5، هستخدم بري شيرد، هستخدم ديف هيلمان واحد، هستخدم اللايف تايم بتاعك نفس القيمه بالظبط. جاست ان احنا اتفقنا على القيم ديت، بعد كده بننقل المفاتيح. يعني خلاص دي كده الظرف او دي الحاجات اللي كانت موجوده في الظرف، بعتها لك بقى، بعتها لك المفتاح بتاعي، وانت بعت لي المفتاح بتاعك اللي هو المفتاح ده يرمز بيه يعني الاي بي سيك. خلاص بنعمل فيريفاي لبعض، اتاكدنا ان كل حاجه تمام. خلاص الكونكشن بتاعنا اتعمل له استابليش، بيتنقل للمرحله الثانيه اللي هي البوليسي او الانترنت الاي كي فيز 2 اكسشينج. دلوقتي بقول لك قبل ما الداتا بتاعتك تتبعت بقى في شويه شروط اخيره بنسميها الاي بي سيك بوليسي، لازم برضو تكون مشتركه ما بيننا احنا الاثنين. هنا خلينا امسكهم لك بالتفصيل. ار 1 عايز يعمل كونكشن مع ار 2 لازم نتطبق على بوليسي. هنا الجدير بالذكر ان انت ممكن في الراوتر واحد تكتب اكتر من بوليسي او تكتر اكتر من شروط. يعني هنا مثلا الراوتر واحد ده في كذا ورقه، بيقول لك انا عندي ورقه بتقول ان انا هاجي اعمل اتصال هيكون الانكريبشن بتاعي بالديز والهاش بالام دي 5 والاوثنتيكيشن بريشرد كي والسكيور بتاع الاوثنتيكيشن بالديف هيلمان 1 واللايف تايم بقد كذا. لازم اللي قصادك يكون عنده بوليسي بتعمل نفس اللي انت هتعمله بالظبط، مش لازم الرقم بتاعها يكون هو واحد. يعني مثلا هنا عندي بوليسي 10، هو عنده مثلا البوليسي رقم 15 بتعمل اللي انا بعمله. هنا بجيبها لك، قلت لك ان انا ممكن ما يكونش عندي بوليسي بس، انا ممكن يكون عندي بوليسي تاني. انا هنا بستخدم الثري ديز في الانكريبشن، عندي بستخدم الشا بدل الام دي 5، الشا بستخدمه في الهاش، بستخدم بري شيرد كي لما نيجي نعمل اوثنتيكيشن، الديف هيلمان 1 لما اجي اعمل سكيور اوثنتيكيشن، واللايف تايم بتاعي مثلا سي اللي هو هيكون ساعه. دلوقتي ما ينفعش اطبق البوليس اللي تحت ديت اللي هي البوليس رقم 20 اطبقها مع رقم 15. ليه يا عم؟ مش انت كان بتقول مش مهم؟ قلت لك مش مهم الرقم بتاعها، يعني دي 20 ودي 15 مش مهم، مش هتفرق معايا. انا اللي يهمني ان اللي جوه هنا
لازم يكون هو زي اللي جوه هنا، عشان لما نيجي نعمل استابلش مع بعض نفس الشروط اللي انا عملتها هو هيعملها معايا. لازم بنكون بنفس الانكريبشن، نفس الهاش، نفس الاوثنتيكيشن، نفس اللايف تايم، نفس السكيور. فلتاكد انا من العمليه ديت في الفيرست اكستشينج ان انا اول حاجه ببعت لي البوليسي بتاعتي وهو ببعت لي البوليسي بتاعته، واتاكد ان احنا نفس الحاجات اللي هندفع عليها بالظبط. وانا ببعت الحاجات بتاعتي قلت لك انا بستخدم بروتوكول او المفتاح اسمه الديف هيلمان. الديف هيلمان بتاعي انا هنا بحسبه وابعته لك، وانت الديف هيلمان بتاعك انت بتحسبه وبتبعته لي، واتاكد ان الديف هيلمان كي يتعمل لهم اكستشينج عشان لما اجي اعمل الاستابلشمنت بتاعي يكون تمام. يعني ما ينفعش هنا اكون مثلا ديف هيلمان 1 وهو ديف هيلمان 2، لا. انا دلوقتي عشان اتاكد ان الحاجات بتاعتي هتكون سكيور، طبعا هي هنا معمول لك كمعادله كده او عمليه حسابيه، بقول لك لو عندي هنا قيمه اكس اي وعندي واي اي بعمل المعادله بتاعتي وبحسبها وبطلعها له، وهو بيطلع المعادله بتاعته وبتاكد انها الاثنين زي بعض عشان اتاكد ان الديف هيلمان هيكون مظبوط. اخر حاجه في الاوثنتيكيشن، ان انا دلوقتي عملت الاوثنتيكيشن بتاعي قلت هستخدم مثلا بري شيرد كي، او هستخدم الار اس اي سيجنتشر، او هستخدم الانكريبتد نانس الار اس اي. يعني لازم دلوقتي برضك نوع الانكريبشن، نوع الاوثنتيكيشن بتاعي بحدده، انا هنا بحدده وببعته لك، وانت هنا بتحدده وتبعته لي. دي برضو كل ده موجود في المرحله الاولانيه. بالنسبه للمرحله الثانيه بقى، خلاص عملنا استابليشمنت مع بعض، دلوقتي دخلنا على مرحله الربط او بنسميها السكيورتي اسوسيشن، ان انا خلاص دلوقتي بنتري الداتا بتاعتي من هنا لهنا. فلازم خلاص انا عشان اشغل ايك فيز 2 لازم تكون اوريدي الايك فيز 1 اتعمل لها استابليشت او هي خلاص شغاله، فانا دلوقتي ببتدي انقل الداتا بتاعتي تمام. فهنا عشان الايك فيز 2 تتم لازم يكون اوريدي الايك فيز 1 كانت اشتغلت، وبعد كده بتنقل المرحله الثانيه دي. كويس، هنا عاملها لك بالتفصيل، قال خلاص الهوست ايه، طبعا بيكون عندي شبكه هنا هي اللي هتروح لشبكه تانية. انا طبيعي يعني، انا ملاحظه حطها في دماغك، انا طبيعي الشبكه بتاعتي كلها شايفين بعض، يعني 10 1 10 0 1 3 شايف الشبكه 10 0 2 3، الاثنين بينجوا على بعض وكل حاجه تمام. كل الاضافه اللي انا عايز اعملها ان انا عايز اخلي الاتصال بتاعهم سكيور، عشان طبعا ما بين الراوتر ده الحته ديت ما بين الراوتر 1 وراوتر 2 دي بيكون هي عباره عن السحابه بتاعه الانترنت، فانا عايز اتاكد ان الداتا بتاعتهم زي هنا حواليها مربع كده مفيش حد شايفها، فانا اوريدي هم شايفين بعض. فانا دلوقتي لازم اقول له كمان ازاي اعمل في بي ان نيجوشيشن بقى. فقال لك خلاص هنا اول حاجه بقول لك الايه، الهوست ايه سيندز انترستنج ترافيك تو هوست بي. يعني دلوقتي لازم بعرف الراوتر بتاعي اللي انا هعمل له في بي ان، بقول له يا راوتر مين الشبكه اللي عايزك تعمل لها في بي ان سكيور وهي طالعه، عشان طبعا الراوتر بتاعي هيكون فيه شبكات كتير جدا متوصلين، فانا لازم بقول له انا عايز الشبكه 10 0 1 0 وهي طالعه هي اللي تعمل لها في بي ان، اي شبكه تانية طالعه ما تعملهاش في بي ان، فعشان دي اللي تهمني. والشبكه بتاعتي اللي طالعه من هنا لازم كمان بروح للراوتر التاني بقول له يا راوتر انا عايز انهي شبكه وهي طالعه مني رايحه على الانترنت تكون سكيور، فدي بنسميها الانترستنج ترافيك. خلاص عملنا مع بعض المرحله بتاعت الايك فيز 1، بنخش بعد كده على الايك فيز 2. بعد كده بقول لك الاي بي دي التانل بتاعتنا موجوده اهيت، يعني اكن التانل دي بالظبط الماسوره ديت طلعت فوق هنا بين الراوترات، وقال لك خلاص في الاخر خلص بعد ما خلصوا بيتعمل ترمينيتد على حسب اللايف تايم بتاعي. يعني قلت مثلا السيشن بتاعتنا دي تكون مدتها قد ايه، المده بتاعتها خلصت فخلاص السيشن بتاعي. طب لو انا حبيت اعمل الكونفيجريشن بتاع الكلام ده بايدي او مانيوال عن طريق السي ال اي، هو طبعا الجزء بتاع المانيوال كونفيجريشن بتاع الفي بي ان مش عليك كسي سي ان سكيورتي، بس عليك ان شاء الله في السي سي ان بي. فاحنا حاليا هوريك الكوماندات بتتكتب ازاي، وبعد كده هنعملها لاب بايدينا على طريق السي سي بي او الكونفيجريشن بروفيشنال. فهنا دلوقتي عشان اعمل عندي هنا السايت 1 وعندي السايت 2، عندي هنا شبكه 10 0 1 0 وعندي هنا شبكه 10 0 2 0. فدلوقتي لما اجي اعمل في بي ان استابليشت اللي هو التانل بتاعت ديت اللي همشيها هنا، لازم اول حاجه راوتر 1 بيعمل بوليس وبيبعتها للراوتر 2، وراوتر 2 بيعمل نفس البوليس وبيبعتها للراوتر الراوتر 1. فانا دلوقتي لما اجي اعمل كونفيجريشن هعمل كونفيجريشن على الراوترين، بمسك راوتر 1 اعمل عليه كل الكونفيجريشن، خلصته بروح على راوتر 2 اعمل عليه كل الكونفيجريشن واتاكد ان هم شايفين بعض عن طريق الفي بي ان. فدلوقتي قال لك البوليس اللي هم متفقين عليها ان هم الاثنين هيستخدموا انكريبشن ديز، هيستخدموا هاش ام دي 5، هيستخدموا بري شيرد كي، اللايف تايم بتاعتهم هتكون 86400 ثانيه، دول لو حسبتهم هيطلعوا لك 24 ساعه، ودي بتكون اصلا اوريدي القيمه الديفولت. يعني انت لو ما عملتش اللايف تايم بيكون الديفولت بتاعها الرقم ده اللي هو بيقول لك لو انا عملت استابليش في بي ان ما بيني وما بين الديستنيشن هيقعد 24 ساعه. نوع التشفير بتاعنا او نوع السكيور بتاع الحاجات دي كلها هيكون ديف هيلمان 1. فاول حاجه عشان اعمل الكلام ده بدخل على الراوتر بتاعي اللي هو ار 1 اهوت، بقول له كريبتو ايزا كام ببوليسي 110. الايزا كام ديت مقصود بيها الايك فيز 1. بقول له دلوقتي انا عايز اعمل بوليسي اسميها او رقمها 110.
في البولس ديت انا عايز نوع الاوثنتيكيشن يكون بري شيرد كي، وعايز الانكريبشن يكون ديز، وعايز الجروب واحد، جروب واحد ديت اللي هي مسؤول بيها الديف هيلمان واحد يعني، وعايز الهاش يكون ام دي 5، وعايز اللايف تايم يكون 86400. تمام، ده لو حبيت اعملها انا بايدي. فلازم اول حاجه بخش على الايزا كام بمود بكتب له الحاجات دي كلها كتبتها هنا. طبعا في مقارنه عملتها لك كده، بقول لك لو انت حبيت تعمل الانكريبشن، يعني الانكريبشن في كذا نوع زي ما كنا عارفين في الكريبتوغرافي، في عندي الديز والستريت ديز والاي اس والاي اس كذا والاي اس كذا، طبعا حسب طول المفاتيح. وقال لك كل مفتاح بيكون، كل ما يكون اكبر كل ما يكون احسن. عندي في الهاشنج في عندي يا اما الشا يا اما الدي 5، عندي في الاوثنتيكيشن عندي يا اما البري شيرد كي يا اما الار اس اي يا اما عندي السيجنتشر، عندي في الجروب بتاع الديف هيلمان يا اما 1 يا اما 2 يا 5، عندي اللايف تايم بيتحسب بالسكند وهو بيكون باي ديفولت 86400 اللي هي بيقول لك 1 دي. بعيد لك تاني هنا على البوليسز اللي كنت بتكلم فيها. قال لك ممكن يكون الراوتر بتاعي فيه اكتر من بوليسي. هنا مثلا شايف البوليسي بتاعت 100، هنا عنده 100، انا عند دلوقتي عندي الهاش بتاعي هيكون ام دي 5 هو عنده ام دي 5، الاوثنتيكيشن بتاعي بري شيرد كي وهو الاوثنتيكيشن بتاعه بري شيرد كي. عشان لاحظ كل راوتر بيبعت البوليسي بتاعته للراوتر اللي قصاده عشان يشوف. شوف في الاول اهوت قبل ما نتكلم هنتكلم كل واحد يتكلم الاول بعد ما يخلص يقول للتاني، هنتكلم مثلا باللغه الانجليزيه كل واحد يتكلم لمده دقيقه بس. فشايف في شروط احنا بنتفقها مع بعض. نفس الكلام خلينا لو دخلنا على البوليسي 200، انا عندي بوليسي هنا 200، عملت هنا بوليسي 200 برضو. هنا عندي الهاشنج عن طريق التشا، هنا الهاشنج التشا، الاوثنتيكيشن بالار اس سيجنتشر، هنا الاوثنتيكيشن ار اس سيجنتشر. لو تلاحظ هنا وهنا بيقول لك الاستابل شغال اهو، انما هنا بقى الاختلاف. انا عملت هنا بولس 300، هنا بولس 300، تمام. هنا عملت الهاش ام دي 5، هنا عملت الهاش ام دي 5، تمام. هنا عملت الاوثنتيكيشن بري شيرد كي، وهنا عملته ار اس اي. فدلوقتي لما يجي الراوتر واحد وراوتر اتنين يشتغلوا مع بعض وانا طبقت عليهم كل واحد البولس 300، فالاستابلش بتاعهم هيتعمل له غلط او مش هيكمل. ليه؟ عشان لعبت في خانه هنا وما سبتهاش في الناحيه الثانيه او ما غيرتهاش في الناحيه الثانيه. فزي ما قلت لك بعيد لك تاني، لازم يكون كل الحاجات اللي بكتبها هنا تكون موجوده في البوليسي اللي قصادي. هنا في المرحله الثانيه، لا هنا بعدها لك تاني، يعني هنا بعدها لك تاني بقول لك دلوقتي لو انا عندي ار 1 خلاص عامل الكلام ده عايز يعمل على راوتر 2، دلوقتي بيقول لك ار 2 ماست هاف ان ايزا كام بوليسي كونفيجر وذ ذا سيم بارامتر، يعني لازم هنا البارامترز. انا هنا في ار 1 عملت الكلام ده لازم يكون القصادي فيه نفس الكلام بالظبط. هنا اهيت قال لك هنا في ار 1 وار 2، هنا عندي البوليسي بتاعت 110، هنا 100، مش لازم قلت لك الرقم مش هيفرق معايا، المهم اللي جواها يكون ثابت. هنا بري شير، هنا بري شير، هنا 3 ديز، هنا 3 ديز، هنا جروب 2 اللي هو الديف هيلمان، هنا جروب 2، هنا التشا، هنا التشا، هنا اللايف تايم بتاعي كذا، هنا اللايف تايم بتاعي كذا. هو طبيعي لما انت تيجي تعمل كونفيجريشن للفي بي ان مستحيل انت هقول لك احفظ الكلام ده. فانت طبيعي، انا اعرف ناس حتى الان وناس شغالين اوريدي في بي ان ومحترفين، لازم حاطط على مكتبه ورقه كاتب فيها الكونفيجريشن بتاع الفي بي ان بيتم ازاي عشان ما ينساش الخطوات وعشان ما يتلخبطش. عشان طبعا لو انت عملت الكونكشن بتاع الفي بي ان غلط طبعا فيها رفض، دي اول حاجه. ثانيا سمعه الشركه اللي انت فيها هتتهز. هنا سامبل كونفيجريشن لو عايز اعمل الكلام ده. هنا لو تلاحظ انا دلوقتي بعد ما عملت البوليسي هنا وهنا كان لازم اقول لهم البري شيرد كي بتاعي هيكون ايه بقى. يعني لما هنا كنت جيت له في الاول فوق كنت قلت له الاوثنتيكيشن بتاعي هيكون بري شيرد كي، فكان لازم بنزله سطر تاني جديد بقول له كريبتو الايزا كان الكي بقى اللي هيكون ما بيننا احنا الاثنين كذا. انا كتبت الكي بتاعي وهو كتب الكي بتاعي برضه. يعني لازم دلوقتي انا قلت له احنا بنعمل اوثنتيكيشن مع بعض، انا كراوتر واحد وراوتر اثنين هنسال بعض على باسورد، فالباسورد هيكون سيسكو 123. هو كمان راوتر اثنين بعت لي قال لي كمان عندي كمان باسورد سيسكو 123. كل فده كنا بنتكلم فيه في الايك فيز 1 او الحاجات اللي جواها. الايك فيز 2 بنعمل حاجه اسمها ترانسفورم سيت. ترانسفورم سيت برضو بزود له شويه حاجات على الداتا بتاعتي قبل ما تتبعت. يعني خلاص عملنا استابليشمنت للداتا وقلت كل حاجه هتكون تمام، فلازم بنحدد بقى المرحله الثانيه اللي هي ترانسفورم سيت. لما نيجي نتكلم بعض هنتكلم بعض بانهي سيت او بانهي بوليسي، تمام. فهنا برضو نفس الكلام، هنا عندي ترانسفورم سيت اسمها مثلا الفا، هنا اسمها ريد، انا هنا عندي 3 ديز وهنا اي اس بي ديز، لازم اللي يكون هنا قصادي يكون تحت، تمام. يعني دلوقتي خلاص هنا واحد او اتنين او تلاتة، ببعت هنا الترانسفورم ست ده لده لده. لو عايز اعمل ترانسفورم ست تانية طبعا ممكن اعمل اكتر من ترانسفورم ست، كل واحدة بتكون باسم مختلف زي ما كنت بعمل بوليسي، كل واحدة كان بيكون لها رقم مختلف. هنا الترانسفورم ست بتعمل كالتالي، انا بدخل برضه كريبتو ايزا كام بقول له ترانسفورم ست وبقول له الاسم بتاعها اللي انا كنت لسه عاملها. هي نفس الكلام بروح اقول له ترانسفورم ست وبقول له الاسم بتاعها ونفس، شايف يعني نفس الحاجات بالظبط. هنا الاي اس بي اي اس ده اللي هو الاوثنتيكيشن بتاعنا او الهيدر اللي هتتركب، وهنا نفس الكلام. حلو. لو عايز بقى اشوف او اتاكد من البوليسي بتاعتي بتاعت الايزا كام او الايك فيس 1،
اتاكد ان هي اتعملت صح او عشان اشوف الكلام ده، باجي في الانيبل مود بقول له شو كريبتو ايزا كان ببوليسي، هيقول لي دلوقتي في عندك بوليسي اهيت رقمها 110 فيها كذا كذا. وفي دايما بيكون عندك في حاجه اسمها الديفولت بوليسي، يعني في حاله لو انت عايز تعمل في بي ان كونكشن من الراوتر ده للراوتر ده وما كتبتلوش البوليسي بتاعتك الخاصه بيك، في اوتوماتيك بيكون في بوليسي موجوده جوه الراوتر باي ديفولت، اللي هي بتكون ديز وبتكون هاش وبتكون ار اس اي وبتكون اللايف تايم بتاعها 86400. كويس. طيب في لو عايز اشوف الاي كويس 2 اتنفذت ولا لا، ففي عندي امر اسمه شو كريبتو اي بي سيك ترانسفورم سيت عشان اتاكد ان هي اتطبق في الامتحان ان شاء الله. بس بتوع ان بي بقى لو انت عايز تكمل في ان بي هتلاقي جايب لك في الامتحان السؤال جايب لك دي كده سكرين شوت وبقول لك دلوقتي انا عايز اعرف الكريبتو اي بي سيك ترانسفورم سيت بتاع راوتر واحد، فانت بتروح لراوتر واحد وتعمل له الامر ده وتشوف هل هي زي اللي هو مديها لك ولا لا. يعني هو هيكون مديك ديت، هيكون مديك الناتج يقول لك اي اس بي 128 اي اس، شوف لي دي متطبقه في انهي راوتر. فانت لازم تكون عارف الكوماند ده عشان اعمل كونفيجريشن او اعمل فيريفيكيشن اشوف الاي بي سيك متطبق ولا لا. فبروح على الراوتر ده بقول له شو كريبتو اي بي سيك ترانسفورم سيت واشوف البيانات دي موجوده في انهي راوتر من الاثنين. كويس. طيب لو انا عايز اشوف الكلام ده شغال، وانا دلوقتي لو عايز اعمل تيست، يعني دلوقتي هخلي الراوترين يعملوا كونكت على بعض عن طريق الفي بي ان وعايز اخش في الكواليس من ورا، ففي عندك امر في الانيبل مود اسمه الديباج كريبتو ايزا كامب عشان يعرفك الداتا بتاعتك ماشيه ازاي. فانا شايف مثلا بالظبط بقول لك الايزا كامب اتعمل، بقول لك الكذا از نوت اكسبتابل، يعني ما حصلش، وقال لك هنا فيلد وزبير، يعني دلوقتي حاولت اتصل مع القصادي فشل الاتصال. خلينا بقى نبص الكلام ده كله انا وريته لك ازاي بتعمله عن طريق السي ال اي، خلينا نشوفه على السي سي بي او سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال. بنيجي للجينيسيس ريب، الجينيسيس ريب بتاعنا كل مطلوب مني دلوقتي ان يكون عندي تو سايتس او يكون عندي راوترين، والراوترين هعمل بينهم كونكشن عن طريق الفي بي ان. فانا هنا عندي راوتر واحد سحبته باجي على راوتر اتنين، لو تلاحظ الراوترات كانت 1691. دلوقتي انا عايز يكون فينا عندي شبكه او زي هوست هنا هتربط بالشبكه ديت، وفي هنا هوست برضو. تمام، خليني اعمل الكونكشن بتاعي هنا من الجهاز ده عايز اربطه فين. خليني مثلا من الجهاز بتاعي ده هقول كارت الوايرلس بتاعي اللي هي الشبكه بتاعتي، خليه على فاصله سنه 0 على 0. ومن الجهاز ده انا عايز اوصله لايه، خليه مثلا اوصله على اللوب باك، وخليه هنا على فاصله سنه 0 على 0 برضو. ما بين الراوترين فاصله سنه 0 على 1 هنا وفاصله سنه 0 على 1 هنا كده. كويس قوي. خليني اعمل شو انترفيس عن طريق الايكون ديت، بضغط عليها ضغطه هتلاقي جايب لي اسمائهم. طبعا بمسح بس اسماء الانترفيس بتاعتي يكون اسمها مختلف، انا ده وده. كويس قوي. خليني اقول الجهاز ده مثلا بتاع لا انا عملت له هايت، خليني اقول له لوكال مثلا هوست، لوكال هوست. تمام، خليني اغير ده بقول ده ريموت هوست، ريموت هوست. كويس. خليني اشغل الراوترات بعلم على الاثنين مع بعض، وباجي هنا على العلامه اللي فوق ديت بدل ما كل واحد كليك يمين وستارت، فانا ممكن اشغلهم الاثنين مع بعض. وكالعاده لو جيت هنا جبت ستارت مانجر بشوف مين اللي عايش ولسه ومين اللي ميت، هنا الرمال بتاعتي قد ايه والبروسيسور قد ايه. طيب خلينا مثلا اقول الحته دي كلها كده عباره عن سايت واحد، سايت 1 او ده الفرع الاول بتاعي هنا الشبكه، وهنا مفروض ده الانترنت. خليني كده بقول دي الانترنت، تشينج هوست بقول له انتر نت. اوكي. عندي هنا الناحيه الثانيه دي سايت 2، سايت 2. خليني اعطي الاي بيات الاي بي كونكشنز، يعني مثلا سين اللي ما بين الراوترين دول الشبكه ما بينهم مثلا قول 40.40.40.0 مثلا على سلاش 24، دي مثلا بيبقى ان دي بابليك. خليني اعطي الانترفيس ده اللي هو 0 لواحد ده يكون مثلا دوت واحد وده يكون دوت اتنين. كويس. عندي الشبكات ديت شبكات طبعا انترنال، فخلي مثلا الشبكه ديت تكون 192.168.1.0/24، ده مثلا يكون واخد ده اللي بعطيه على طول دوت 220. اوكي. والجهاز بتاعي اللي تحت ده اللي انا بسجل منه حاليا ده واخد دوت 103. الشبكه الثانيه اللي هي بتاعت سايت 2 خلينا نقول الشبكه بتاعتهم اللي هنا ديت 10.10.10.0،
على سلاش 24. انا اللوب باك بتاعي ده، الكارت بتاع اللوب باك على ما اتذكر واخد اي بي، خليني كده ادخل اشوف. لوب باك، لوب باك انترفيس، لوب باك واحد واخد اي بي، تمام. واخد اي بي 2، الشبكه بتاعت 2 والراوتر 1، كويس. فهاجي هنا على ده، اجيب التكست تاني، بقول له ده انت واخد دوت 2 في الشبكه اللي انت فيها، والانترفيس ده واخد دوت 1، كويس قوي. في الاول قبل ما اعمل في بي ان استابليش بتاعت، لازم اتاكد ان الشبكه دي كلهم شايفين بعض. فدلوقتي عندي فيه كام شبكه؟ 3 شبكات، ادي شبكه وادي شبكه وادي 3 شبكات. فكل راوتر اوريدي لما اجي اعمل له استابليش، كل راوتر هيكون شايف الشبكه دي، كل واحد هيكون شايف شبكتين، وده برضك شايف شبكتين. فهنرجع تاني لايام الراوتنج بقى اللي كانت في سي سي ان ايه، فلازم اتاكد ان الشبكه كلها شايفين بعض، يا اما عن طريق الاستاتيك روت، يا اما اي بروتوكول من الدايناميك روت. خليني دلوقتي كليك يمين او كونسول على راوتر واحد، ابتدي اعمل له الكونفيجريشن بتاع الانترفيسز اهوت. خليني بس اصغر الدنيا كده، كويس. انا دلوقتي في ار واحد، عايز ادخل اول حاجه على الانترفيس configuration terminal، بقول له انترفيس فاست ايثرنت 0/0. طب خلينا الاول قبل ما نعمل اي حاجه، خليني كده اقول له شو اي بي انترفيس بريف عشان اشوف الكروت بتاعتي واتاكد ان كلهم اتنين هم 0/0 و0 على واحد، مش واخدين اي ايبيهات والاتنين داون. خليني ادخل على واحد واحد بقى، configuration terminal انترفيس فاست ايثرنت 0/0، بقول له اي بي ادرس 192.168.221.255.255.255 0، بعد كده بقول له نو شوت داون، بفتحه، بعمل اكزت، وبدخل على الانترفيس ده اللي هو فاست اسنت 0/1، بقول له انترفيس فاست اسنت 0/1، بقول له اي بي ادرس اللي هي الشبكه 40، اي بي ادرس 40.40.40.1، وبعد كده السبت ماسك بتاعك 255.255.255.0، وبقول له نو شوت داون، كويس. خليني كده اطلع وبقول له شو اي بي انترفيس بريف، الاثنين بقوا اب اهوت. خلصنا هنا من الكونفيجريشن بتاع راوتر واحد ما بين الاثنين دول. خليني ادخل على راوتر ار2، كليك يمين على ار2 وبقول له كونسول، تمام. المره دي جابني الناحيه الثانيه، كويس. ده ار2، خليني برضك في البدايه اقول له شو اي بي انترفيس بريف، قال لي الاثنين داون اهمت، بس عشان بس انا مصغر الشاشه ديت فمش باين قوي. طيب خلينا ندخل على اللي بره الاول اللي هو 0/0، بقول له configuration terminal interface fast ethernet 0/0، بقول له اي بي ادرس 10.10.10.1 255.255.255.0 ونو شوت داون، كويس. بعمل exit وبدخل على الانترفيس اللي هو 0/1، بقول له interface fast ethernet 0/1، بقول له اي بي ادرس 40.40.40.2.255.255.255.0، وفي الاخر بقول له نو شوت داون، كويس. دلوقتي خلاص كل راوتر من الراوترين شايف الشبكات بتاعته. فخلينا كده لو جينا على راوتر واحد، خلينا راوتر واحد بقول له شو اي بي روت، وريني الشبكات اللي انت شايفها. فبقول له انا بقول له انا شايف شبكتين والاثنين دايركت كونكتد بين اللي هو دي ودي. طب خلينا بردك على ار 2 كده ونشوف. ار 2 بقول له شو اي بي روت، قال لي انا كمان شايف شبكتين وكل واحد دايركت كونكت بين. طيب يعني كل واحد دلوقتي شايف شبكتين وناقصه الشبكه الثالثه. فانا دلوقتي عايزين نشغل مثلا اي بروتوكول عشان كلهم يشوفوا بعض، او خلينا مثلا كده في البدايه اتاكد ان انا هنا من ار واحد، من ار واحد من هنا، خليني مثلا اعمل بينج على، هو طبعا انا شايف الشبكه دي، خليني اعمل كده بينج على الانترفيس ده اللي هو 10.10.10.1، بينج 10.10.10.1، تمام. فانا بالتاكيد هو مش هيتوصل، عشان هو حتى الان ما هوش شايف الشبكه اللي اسمها 10، ما فيش عنده في الراوتنج تيبل بتاعه شبكه اسمها 10 خالص. فخلينا دلوقتي نشغل راوتنج بروتوكول وليكن مثلا الريب. فبدخل بقول له راوتر ريب. في راوتر ريب كان بيشتغل ازاي؟ كنت بعمل على النتورك الكونكتد دايركت كونكتد بيها، فانا هعلن على النتورك ديت وهعلن على النتورك دي. فانا هقول مثلا نتورك 40.40.40.0، وعندي نتورك ثانيه 192.168.1.0. خلصت من هنا، بروح على راوتر 2 ار 2، خليني اشغل ريب برضو كونفيجر ترمينال، بقول له راوتر ريب، بعلن عن الشبكات بتاعتي، بقول له عندي نتورك 40.40.40.0، وعندي نتورك تانية 10.10.10.0.
دوت زيرو وسايب اللي انا عملته ده عن طريق WR او رايت. طبعا هنا بيظهر لي يقول لي في شبكه جديده. طيب دلوقتي بقى خليني ارجع تاني اقول له شو اي بي روت عشان اتاكد اللي هو اتسجلت عندي في الجدول بتاعي. فقال لي اه في هنا عندي انتري متسجل هنا والريب اهوت والادمنستريف ديستنس بتاعته قد كذا والهوب اللي انا عديت عليه. طب خليني بقى ارجع تاني اعمل بينج ما بين الراوتر بتاعي ده وما بين الانترفيس ده عشان اتاكد ان هو شايف الشبكه بتاعت 10 10 10 0. بينج 10.10.10.1 تمام. البينج هنا تمام اهوت شغال دلوقتي شافه. ولو جيت على راوتر 2 ابينج على الشبكه اللي هي 1 0 راوتر 2 بقول له بينج على 10.10.10 192.168.1.0 تمام. هو بينج دلوقتي على الشبكه كلها. او لو عايز ابينج على الانترفيس بنفسه 1 1 لا انا الجيت واي بتاع هنا او الاي بي بتاع ده 220 هو اكيد مش هيكون شايف 220 تمام اهو. فدلوقتي اتاكدت ان هم شايفين بعض. انا كل اللي هزوده بقى ان انا عايز اعمل استابليش الفي بي ان سايت تو سايت ما بين الراوتر ده وما بين الراوتر ده. عشان نعمل الكلام ده هنروح على السي سي بي. فانا بفتح السي سي بي اهيت دلوقتي بيقول لي اعطيني العناوين بتاعت الراوترات اللي انا عايز اعمل لها اداره. لو تفتكر انا قلت لك هعمل في بي ان على الراوتر ده وبعد ما اخلصه هروح اعملها على الراوتر ده. فانا دلوقتي باجي على في السي سي بي بقول له انا عايز اعمل استابليش ما بين راوترين. فانا دلوقتي نسينا ان احنا نهيئ كل راوتر من الراوترات ان انا نفتحه عن طريق الجي او اي. فخليني دلوقتي ارجع هنا على راوتر واحد بقول له كونف تي اتش تي بي اي بي اتش تي بي سيرفر اي بي اتش تي بي سيرفر. ولما تيجي تدخل ادخل هنا بيوزر نيم اسمه احمد سلطان والبريفج بتاعته 15 والسيكريت بتاعه سيسكو تمام. ده كان على راوتر واحد. خلينا نروح على راوتر اتنين اعمل له تهيئه برضه بقول له كونف تي اي بي اتش تي بي سيرفر بقول له يوزر نيم هيكون مثلا ادمن البريفج بتاعته 15 الباسورد بتاعه مثلا سيسكو برضه كويس. خليني ارجع بقى هنا على السي سي بي. فانا دلوقتي خلاص قلت له اول راوتر عندي اهوت الباسورد اليوزر نيم هو طبعا ده كان متسيف من الشروحات اللي كنا بنعملها قبل كده. طب دلوقتي عايز اكونكت على كام من واحد اللي هو التاني بقى اللي هو 10.10.10.1 اليوزر نيم بتاعه اسمه ادمن والباسورد سيسكو. بعد كده بقول له هنا ديسكفر اول ديفايسز وبعد كده بقول له اوكي واسيبه مع نفسه بيعمل لهم ديسكفرنج اهو تمام. قال لي هنا خلاص ديسكفرد ويز ورنينج. طبعا ما يهمنيش الورنينج اللي هم طلعوها ديت. لو جيت هنا بقى هتلاحظ ان في هنا بقى عندي في راوترين. احنا كل مره كنا بنعمل راوتر واحد بس. انا دلوقتي عندي الراوتر اللي هو 220 اللي هو اللي هنا ده وعندي الراوتر اللي هو 1 اللي هو 10.01. فانا دلوقتي بعمل كل اداره لكل واحد على حده. خليني مثلا اجي هنا على ده كل ما اعمله بس بغير في التاب ده فهيقوم هو اوتوماتيك ناقلني عليه. طيب خلينا نمسك راوتر راوتر بقى. خلينا نمسك اول حاجه اللي هو بتاع 220 اللي هو الراوتر اللي هنا ده. عايز اعمل له كونفيجريشن للفي بي ان بعمله ازاي؟ بدخل جوه الكونفيجر بدخل جوه راوتر بدخل جوه راوتر جوه راوتر تريبل اي اكسس ليست. اعتقد ان هو مش في الراوتر ثواني كده ادي لا بلاش راوتر خلينا نخش كده في سكيورتي. هو موجود في سكيورتي اهو في بي ان. باجي على الفولدر بتاع في بي ان هنا بيجيب لي كل انواع بتاع الفي بي ان. بيقول انت عايز تعملها الديزاين جايد بتاعها كديزاين بشكل عام ولا عايز تعملها ايزي في بي ان سيرفر ولا عايز تعملها دايناميك مالتي بوينت. طبعا في انواع كتير جدا من الفي بي ان بس تعليق حاليا هو السايت تو سايت في بي ان. بعلم عليه خلينا كده نكبر الشاشه. دلوقتي بيقول لي الفي بي ان بتاعتك فيه اكتر من سيناريو. انت عايز نعمل لك سايت تو سايت في بي ان ولا عايز اعملها لك حاجه اسمها جي ار اي تانلينج. دي هتشوفها ان شاء الله في الان بي لما تكبر شويه. فانا دلوقتي بقول له انا عايز اعملها سايت تو سايت بقول له لانش سيلكت التاسك. دلوقتي بيعطيني حلين او اختيارين بيقول انت عايز تعملها كويك سيت اب يعني دلوقتي هتجيب لك كل حاجه يعني دلوقتي شايف ده الديفولت بتاعها. انا من نفسي هفرض لك الانكريبشن بتاعك ايه وهفرض لك البري شيرد بتاعك ايه والاوثنتيكيشن. ولا انت عايز تعمل سيت اب ستيب باي ستيب يعني انت دلوقتي عايز نطلع لك انت اللي تحدد. فانا بقول له ستيب باي ستيب ويزر بقول له نيكست. دلوقتي بيقول لي اول حاجه حدد لي الانتري بتاعك اللي انت عايز تطبق عليه الفي بي ان او الفي بي ان بتاعك هتطلع منين. انا دلوقتي على الراوتر ده فالفي بي ان بتاعتي هتطلع من هنا 0 على 1 خليني اجيبها جميل. فانا هنا بقول لي بيقول لي دلوقتي انت عايز تطلع على انهي انترفيس. فانا دلوقتي باجي هنا لو جيت على الجين 3 باجي له دلوقتي الفي بي ان بتاعتي هيتعمل لها استابليش من اول انترفيس بتاعي اللي هو 0 على 1 ده. فباجي هنا خليني ارجع تاني اهو
باجي بقول له 0 على 1. جميل. دلوقتي بيقول لي اعطيني الاي بي بتاع الريموت بير، يعني انت حاليا هنا انت هتبدا الفي بي ان بتاعك من هنا، اعطيني بتاع اللي قصادك الاي بي اللي قصادك اللي انا هدخل عليه هناك. فهنا هعطي له اللي هو هيكون 40 40 40 2. تشوم 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 اهو، بقول له 40 40 40 2. هو انا دلوقتي بقول له واخد ستاتيك ولا كان واخد اصلا دايناميك، يعني ممكن يكون الاي بي اللي قصادي معمول له دايناميك، فانا هنا لو هو ستاتيك في الحاله بتاعتنا بقول له 40. دلوقتي انا بقى الاوثنتيكيشن، انا كنت كل اللي بعمله دلوقتي كنت لسه بعمل ايدنتيفيكيشن. هنا الاوثنتيكيشن بيقول لي بري شيرد كي ولا ديجيتال سيجنتشر. البري شيرد كي اللي كنت لسه موريه لكم من شويه اللي هو كان موجود فين 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 اهو ده اللي هو سيسكو 1 2 3. قلت لك خلاص انا قلت له انا في الاوثنتيكيشن هعمل بري شيرد كي، فقول لي دلوقتي على الباسورد اللي هيتنقل ما بيننا او عشان نتعرف على بعض بيه. تمام. فخليني باجي هنا بقول له مثلا بري شيرد كي اللي هيكون ما بيننا هيكون مثلا سيسكو 1 2 3. هنا بيقول لي عيده لي تاني، بقول له سيسكو 1 2 3 وخلينا فاكرينه عشان في الراوتر تاني هنعمل نفس الكلام. بقول له نيكست. بيبتدي بعد كده يدخل لي على الايك فيسز. دلوقتي بيقول لي ايك فيز 1. فاكرين دي ايه؟ دي الفيز اللي قلت لك هي باي ديفولت بتكون موجوده، يعني انت لما تيجي تعمل بوليسي للايك بيكون في كذا واحده في الراوتر، دي واحده منهم. انت عايز تمشي على ديت ولا عايز تعمل اد لواحده انت تانية من دماغك؟ فانا هنا بقول له اد. دلوقتي بيقول لي خلي بالك دي كانت واخده بريورتي رقم 1، اللي انت هتعملها دي هتكون بريورتي رقم 2. انا دلوقتي كراوتر لما يتلاقي في عنده اكتر من بوليسي او اكتر من ورقه، لما يجي يطبق انهي واحده هيطبق انهي واحده؟ هيطبق صاحبه البريورتي الاقل. البريورتي الاقل ديت او الرقم الاقل يبقى هي اللي بتتنفذ الاول. فانا دلوقتي بقول له خلي دي موجوده عندك عادي، فانا دلوقتي هعمل لك واحده تانية. طب انا دلوقتي يبقى عملنا ايه؟ انا كمان شويه هعرفك ازاي نمسح دي ويبقى مفيش غير دي بس. دلوقتي الانكريبشن مثلا سي ان احنا عايزين نتفق على حاجه مع بعض، اقول له مثلا خليه 3 ديز، خلي مثلا الهاش نخليه ام دي 5، خلي مثلا السيجنتشر يكون بري شيرد، خلي مثلا جروب خليها جروب 5، واللايف تايم لايف تايم سيبه مثلا على الديفولت بتاعه يقول لي ده مثلا كام ساعه وكام دقيقه. خلي مثلا نقول يكون الكونكشن ما بيننا يفضل موجود لحد مثلا 5 ساعات. اوكي خلينا فاكرين الكلام ده. عملنا ال 3 ديز، عملنا الام دي 5، عملنا البري شيرد جروب 5. اوكي نزل تحت هنا، خليني اعمل نيكست. دلوقتي خلاص خلصت ايك فيز 1. دلوقتي بخش على المرحله الثانيه اللي هي الترانسفورم سيت. بقول انت عايز تكون ايه؟ برضو هنا في واحده معمول لها باي ديفولت، انا عايز اضيف انا واحده من دماغي، بقول له اد مثلا خليها مثلا بقول له سايت 1 بوليسي انا اسميها انا، وطبعا تقريبا ما يدفعش المسافات، فخلينا اقول له كده سايت 1 بوليسي لازم اخليها تلزق في بعضها. بقول له الانتجريت بتاعتي اخليها مثلا اي اس بي اتش دي ام 5 اتش ماك، وخلي مثلا الانكريبشن هتكون اي اس بي دز. بعد كده بقول له اوكي كويس، بقول له نيكست. اخر حاجه بقى بيقولها لي دلوقتي، قول لي ايه هو الانترستنج ترافيك بتاعك. فاكر دلوقتي بيقول لي ايه هي بقى الشبكه اللي انت عايز لها لما تطلع من عندك وتروح على شبكه تانية الاتصال بتاعك يكون سكيور. خلينا نرجع تاني على جين 3. انا دلوقتي بقول له دي الشبكه بتاعتي انا عايز احميها لما تيجي تروح للشبكه دي. فاكرين لما من شويه لما كنت قلت لك الراوتر بتاعك ممكن يكون عليه اكتر من انترفيس او اكتر من شبكه؟ فانا دلوقتي بقول له يا راوتر انا عايز الشبكه ديت بعينها اللي هي 1624 لما تيجي تروح على الشبكه ديت بعينها اللي هي 1624 الاتصال بتاعي يكون في بي ان. فخليني ارجع هنا اقول له الكلام ده. هنا بقول له دلوقتي انا عندي الشبكه هنا اللوكال نتورك بتاعتي، طبعا دلوقتي انا على الراوتر ان هو ما تنساش انا على الراوتر ده، فبقول له ده اللوكال يبقى ده الفورين او ده البابليك. فخليني اجي هنا بقول له هنا ده هيكون الشبكه بتاعتي اللي عايز احميها 192.168.1.0. السبت ماسك بتاعها يا اما تكتبها له انت بايدك هنا 255 يا اما ده انا بتقول على طول 24 وهو اوتوماتيك بيعملها. هناك الشبكه هناك اللي عايز اروح لها الثانيه اللي هي ديت 10.10.10.0 10.10.10.0 السبت ماسك بتاعها برده 24. بعد كده بقول له نكست. بيقول لي كل ده اللي انت عملته دلوقتي او اكنك عملت الجدول ده بالظبط. لو قلت له فينش طبعا هيوديه للراوتر، بس قبل ما يوديه هيقوم مطلع لي هنا الدليفر بتاع الكوماندات يقول لي بص كده على الكوماندات دي كلها كوماندات هبعتها جوه الراوتر بتاعك. طبعا احنا كنا شفنا من شويه ازاي اعمله بايدي، يعني انا دلوقتي بالظبط بخش بقول له كريبتو ايزا كام بكذا اسمها كذا والبوليس اللي هتطبق عليها كذا بري شيرد وثريدز والجروب بتاعها هيكون 5 واللايف تايم بتاعي كان 5 ساعات. تمام. بعد كده بقول له الدليفر. اوكي خلاص انا دلوقتي خلصت من الراوتر ده. لو دخلت على الكونفيجريشن بتاعته لو هنا راوتر واحد خليني كده اقول له شو
running عشان اتاكد انها وصلت. اهيت وصلت اهيت. قال لك البير بتاع اللي قصاد اللي هو 40 40 2 والترانسفورم ست كانت كذا. وعندي هنا البوليسي، كان عندي هنا بوليسي 1 و2. بوليسي 1 دي زي ما قلت لك دي اللي كانت الديفولت الموجوده، وفي هنا بوليسي 2 اللي احنا كريتنا. طيب انا دلوقتي وانا هنا بما ان هنا لسه في الراوتر، طب انا عايز امسح البوليسي اللي كانت موجوده بقى. شايفين طبعا بعد ما كريت هو اتنقل دلوقتي وقال لي حتى الان انترفيس بتاعك داون او التانل بتاعك لسه مش شغلتهاش. طب لو انا عايز امسح التانلز اللي موجوده قبل كده او البوليسي اللي موجوده قبل كده، بتيجي هنا على التاب بتاع الفي بي ان كومبوننت، بتدخل على الايك وبعد كده بتخش على ايك بوليسز. الايك بوليس هتلاقي هنا في الاثنين بوليس المتطبقين دي، الاثنين ديت اللي احنا عاملينها ودي اللي كانت موجوده باي ديفولت. فانت لو عايز تمسح دي بتيجي تقول له ديليت وتقول له يس. هو هيقوم باعت هناك للراوتر يقول له نو كريبتو ايزا كام اللي كان البوليس بتاعها واحد، بقول له ديليفر. كويس، كل الكلام ده خلاص انا دلوقتي خلصت من الراوتر الاولاني. خليني ادخل على الراوتر الثاني، باجي هنا من فوق بقول له الراوتر الثاني بقى، وبدخل اعمل معاه نفس الكلام بالظبط. خليني باجي على سكيورتي، باجي على في بي ان، باجي على سايت سايد في بي ان، باجي بقول له عايز اعمل كرييت سايت سايد في بي ان واللانش. بعد كده بقول له عايز اعملها ستيب باي ستيب نيكست. دلوقتي بيقول لي اعطيني الانتري اللي انت مربوط بيه بالراوتر الثاني. انا هنا كنت قايل له ان ده فاست اس 0 على 1، وده برضو هيكون ده فاست اس 0 على 1 هو المربوط بيه. خليني اجيبه تاني، فاست اس 0 على 1. بيقول لي اعطيني الاي بي بتاع الريموت راوتر اللي قصادك. فانا هنا انا دلوقتي واقف هنا، فالريموت بالنسبه لي هيكون الانترفيس ده اللي هو 192.168.1.1. لا اسف، ده هيكون قصدي 40 40 40 1، ده الانترفيس ده. خلينا نرجع 40 40 40.1. هنا بريشيرد كي بتاعنا لو تفتكروا من المره من الراوتر الثاني كان لازم يكون متشابهين، سيسكو 1 2 3، وهنا برضو سيسكو 1 2 3. نيكست. دلوقتي بيقول لي فينا بولس متكريته، خلي بالك لازم اعمل بولسي طبق الاصل بالبولس الثانيه. فخلينا نعمل هنا ات، بقول البولس بتاعتي هتكون كانت 3 ديز، كانت ام دي 5، كانت بريشيرد، كانت جروب 5 لو تفتكروا، وكان اللايف تايم بتاعي كان 5 ساعات. بقول له اوكي. طبعا هنا الاثنين اتضافوا. انا دلوقتي بعلم على الثانيه دي وبعد كده بقول له نكست. دلوقتي بيقول لي انت عايز تطبق انهي ترانسفورم سيت، دي طبعا اللي موجوده باي ديفولت. فانا عايز اعمل له اد جديده، بقول له مثلا سايت 2 بوليسي كانت ام دي 5 تشا، وكانت اول واحده اللي هي اس بي الاي اس بي ولدس. خلينا كده نتاكد، نروح على راوتر واحد نقول له شو ايزا كان بتو كانت اس بي دز، وكانت اس بي ام دي 5 اتش ماك. حلو، اس بي ام دي 5 اتش ماك، تمام اوكي. بعد كده بقول له نكست. بيقول لي دلوقتي انهي شبكه بقى اللي انت عايزها تتعمل لها بالظبط، يعني دلوقتي حاليا على الراوتر ده، الراوتر ده برضك ممكن يكون فيه اكتر من شبكه، فبيقول لي انهي شبكه اللي عندك اللي انت عايزها لما تطلع تطلع في بي ان، وهتروح على انهي واحد. فالنهايه ده هيكون اللوكال بتاعي اللي هي الشبكه 10 10 10 0، وده الريموت 192.168.1.0. انت المفروض تحمد ربنا وتقول الحمد لله ان انت عليك الكونفيجريشن بتاعها بالجي او اي بس، عندك اساس ان اي سكيورتي. في الان بي سكيورتي ان شاء الله هتتغير طريقتك خالص، مش هتستخدم الواجهه الرسوميه غير انت عشان بس تشوف الدنيا ماشيه ازاي، هتضطر تكتب كل حاجه بايدك. فخلينا بقول له الشبكه بتاعتي 10 10.10.0، هنا الصباب بتاعي 24، هنا الشبكه اللي عايز اروح لها 192.168.1.0، والسبنت ماسك بتاعي 24. بعد كده بقول له نيكست، بقول لي ده كل اللي انت عملته، بقول له فينش عشان يوصل يعمل ديليفر للباكتس بتاعتي. تمام، بيقول لي دي الكوماندات كلها هتروح، فبقول له ديليفر. كده خلاص خلصت المفروض من الكونفيجريشن بتاعه. دلوقتي خلاص جاست بس الاتصال بتاعي، بعد كده لما اجي اي اتصال بيروح من هنا لهنا هيكون في بي ان. خلينا نرجع للسلايدز بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لك اللاب بتاع الفي بي ان مهم، انت مطالب تعرف الخطوات ديت عشان هتجي لك في الامتحان نفسه. لو جينا نعمل النوع الثاني من الفي بي ان اللي احنا عملناه حاليا كان اسمه سايد تو سايد في بي ان، النوع الثاني اسمه الريموت اكسس في بي ان. الريموت اكسس في بي ان قدامي ليه حلين زي ما قلت لك، يا اما بيكون عندي كلاينت بسطبه عندي وبعد كده بكونكت، يا اما ما عنديش الكلاينت وبعد كده بدخل عن طريق صفحه الويب. هنا بيعرفك الحل التاني ده بنسميه الاس اس ال، لو انا دخلت عن طريق صفحه الويب عامل لك مقارنه بسيطه بينه وبين الاي بي سيك. ده الاي بي سيك لو انا عملت سايت تو سايت،
فانا دلوقتي بيقول لي انا لما اجي ادخل هدخل ويب انيبلد ابلكيشن او بري شيرنج او ايميل، سواء بيكون عندي ابلكيشن او سواء بدخل عن طريق صفحه الويب. انما انا في الاي بي سيك بيقول لك لازم اكون عندي ايباد. هنا بيقول لي الانكريبشن بتاعه، قال لي متوسط ما بين 40 بت لحد 128، انما هنا في هنا عندي في الاي بي سيك عندي المفاتيح لحد 56 بت. هنا الاوثنتيكيشن برضك قال لك متوسط 1 واي او 2 واي اوثنتيكيشن، انما هنا عندي الاوثنتيكيشن بتاعي سترونج، قال لي 2 واي اوثنتيكيشن وبدخل فيه شيرد سيكريت كي وبدخل فيه ديجيتال سيرتيفيكت ده او ده. يعني السهوله قال لي ده سهل قوي، يا دوب انت بس بيكون عندك واجهه بتكتب فيها اليوزر نيم والباسورد بتاعك وتدخل. قال لك ده يعني الى حد ما لازم واحد يكون فاهم شويه تمام. والسكيورتي بشكل عام الاس اس ال قال لك ما هوش سكيور عشان ممكن اي حد اني ديفايس كان كونكت، اي حد ينزل عنده برنامج لو عارف اليوزر نيم والباسورد ده هيدخل. انما انا عندي في الاي بي سيك لازم انت تكون قاعد على الراوتر عشان تدخل. ده الشكل بتاعها. انا بكون قاعد هنا على الجهاز بتاعي بفتح حاجه اسمها اس اس ال تانل. الاس اس ال دايما انت بتشوفها كتشبيه اكتر لو انت بتفتح اي موقع وتطلع الموقع ده اوله اتش تي بي اس. الاتش تي بي اس ديت اللي هو الاتش تي بي اس بروتوكول التصفح السكيور. فالفرق بين الاتش تي بي اس والاتش تي بي، الاتش تي بي اس بيطبق السكيورتي بتاعه الاس اس ال تمام. عندك طبعا تايب اوف اكسس، انت بيكون عندي هنا سواء شبكه صغيره او عندي هنا الكلاينت، بيكون عندي جهاز على الموبايل بتاعي انا قاعد في شبكه ثانيه صغيره. وهنا بكونكت على الاي اس اي. زي ما قلت لك الاي اس اي كان دايما اهم او الشركات كلها بتتجه ليه، هو رقم واحد في حلول الفي بي ان. هنا بقول لك الفي بي ان بيتم ازاي او الاس اس ال بيتم ازاي. اللي بيحصل ان انا ككلاينت وده الراوتر اللي عايزك تتم عليه، يعني الوقت ده اللي فاتح من عندي البرنامج اللي عايز ادخل عليه او فاتح عن صفحه الويب، قال لك هنا اليوزر بيكونكت على بورت 443 اللي هو بتاع الاتش بي اس. الراوتر بيرد عليه يقول له طب خلاص بما انك دخلتني هنا على الراوتر على البورت بتاع الاتش بي اس، خد السيرتيفيكت بتاعت ايه، خد حاجه اسمها ديجيتال سيجنتشر، او انا بديك حاجه اسمها البابليك كي. فبقول لك بعد كده يا راوتر او انت يا جهاز هنا لما تيجي تعمل بعد كده اي حاجه تبعتها لي اعمل لها انكريبت بالبابليك كي بتاعي، وانت لما تجيلي بتبعت لي معاها السيكريت كي بتاعك او البرايفت كي بتاعك وانا افكها. يعني دلوقتي كان الراوتر ده بعت لي اول حاجه السيجنتشر بتاعه وانا بعد كده بفك باللي عندي انا تمام. كل ده كان موضوع الفي بي ان. طبعا الموضوع تقيل الى حد ما، بس هو يعني قد ما تقدر حاول خلي دايما نهايه الكورس تكون نهايه كويسه. فراجع الكورس ده او الشابتر ده بالذات مره واثنين وثلاثه، لو رجعت للكتاب هتلاقي نفس الكلام ويمكن فيه امثله اكتر شويه، واقرا بنفسك على الفي بي ان عشان في منها انواع كتير جدا. بس زي ما قلت لك انت في سيستم سيكيورتي الموضوع بالنسبه لك محكوم شويه، انت مش محتاج تعرف كل حاجه عنه. اتمنى يكون الكورس مفيد بشكل عام، واتمنى دايما الفهم بالنسبه لك يكون فهم كويس والاجاده في الكورس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.